شكون باقي عاقل لنهار ايوب الكعبي هز يديه وطلب كورنر الحكم عطاه بيناتي. وشكون باقي عاقل نهار احداد كان غيتحيد ليه التوني ضد الزنمره وما تعطاش ضربه جزاء. شكون باقي عاقل نهار النهيري طاح في الكاري حتى شو واحد مقاسو والحكم عطاه ضربه جزاء. ونهار مالونغو ضد اس في دار ليه بلاكاج في الكاري الصغير وما تصفرش بيلانتي. شكون باقي عاقل على بديع الاوك خارج منطقة الجزاء طاح الحكم بوسليم صفر ضربة جزاء مع انه ما كانش المينيموم ديال التلامس ما كانش مينيموم ديال الدفع. هذه فقط عينه صغيره من الاخطاء التحكيميه الفادحه. انا ما كنبغيش ندخل في الديماغوجيه ديال شوفوا راه كانوا اخطاء تحكيميه في المواسم الماضيه. كنبغيش ندخل راسي في هذه المواضيع لانني كنبغي نركز على الكره كنبغي نستمتع بالكره حتى وانني نشوف جدل تحكيمي. انا ما دخلت في هذا الجدل غادي نصبح فقط مشجع متعصب لا يستخدم الذات المفكره ولا يستخدم المنطق. بالقشور ارحل. هذا هاشتاغ متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الفيسبوك. وحسب التعليقات كنلقى ان جمهور الوداد وجمهور الجيش متفقين على هذا الهاشتاغ. علما ان ذاك العام اللي كان منافس في الوداد والجيش على اللقب هذا الهاشتاغ ما كانش متداول وما كانش عنده هذا الزخم يعني على المستوى الاعلامي وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. وذاك العام فاش فريق الجيش الملكي دار اللقب ديال البطوله جمهور الجيش ما كانش عنده مشكل مع التحكيم وما كانش عنده مشكل مع العصبه الاحترافيه. وذاك العام لما كان فريق الوداد منافس على اللقب حتى لاخر جوله جمهوره ما كانش عنده مشكل مع بلقشور. لكن هذا العام بالضبط بلقشور الرجاوي فجاه بلقشور منخرط رجاوي سابق بلقشور يخدم اجندات فريق الرجاء بلقشور يمارس المحاباه لفريق الرجاء. طبعا الديماغوجيه هذه مضحكه شويه وما عندهاش منطق حتى بالنسبه لاكبر العقلاء في جمهور الجيش وفي جمهور الوداد. طبعا انا غنمشي معكم بشويه بشويه. شكون هو اكثر جمهور كان ضد ازدواجيه المهام كان ضد الاخطاء التحكيميه الكبرى؟ جمهور فريق الرجاء. طبعا بلقشور رجاوي ومنخرط رجاوي سابق علم انه كان منخرط في اولمبيك اس في وكان رئيس اولمبيك اس في وكان منخرط في عده فرق اخرى لا رجاوي اذا هو رجاوي. لكن سعيد نصيري رئيس الوداد يكون في نفس الوقت رئيس العصبه الاحترافيه لا عادي كاينش مشكل. سعيد نصيري رئيس العصبه الاحترافيه يختلف المهام على سعيد نصيري رئيس الوداد. هو اللي كدوي منيتك جمهور فريق الرجاء اللي كان ضد ازدواجيه المهام كان الكلام ديالو يعتبر نوع من انواع البكائيات لا راه نتوما بكايا نتوما ما كترضاوش بكيتو بزاف الى اخره. فاش فريق الرجاء دا اللقب بلا خساره وبتحطيمه لرقم قياسي في تاريخ الدوري المغربي في عدد النقاط لا بلقشور الرجاوي بلقشور يخدم اجنده فريقه. طبعا هاد السنه بالضبط مع انني كنأكد على حاجه مهمه بزاف رئيس العصبه الاحترافيه ما خصوش يكون كيمارس اي مهام واي مسؤوليه في اي نادي مغربي واخا يكون في الاقسام السفلى. لانه صفه بلقشور كرئيس نهضه الزمامره رغم ان فريق نهضه الزمامره فريق غير منافس على اللقب وغير منافس على مقدمه الترتيب وما عندوش واحد الزخم اعلامي وزخم جماهيري الا انه انا ضد ازدواجيه المهام. الرجل اللي خصها تنسب ليه مهمه رئيس العصبه الاحترافيه ويكون مسؤول اول على اللجان ديال البرمجه والتحكيم وهادو لجان حيويين ومهمين جدا في تسيير العصبه الاحترافيه وفي تسيير الدوري المغربي الاحترافي خاص يكون خارج منظومه الكرويه المغربيه. خاص يكون شخص بيروقراطي شخص براغماتي شخص ما عندوش علاقه بالشان الكروي المغربي لا من قريب ولا من بعيد يعني شخص مجرد موظف كيدير خدمته. هذا هو الراي ديالي دائما والراي ديال جمهور فريق الرجاء طوال هذه السنوات الاخيره انه لا لازدواجيه المهام. لكن لما كان فريق الرجاء كيتكلم وكيدير لي هاشتاغ
كيتسمى صنف من أصناف البكائيات بالقشور متستر على رشوة 15 مليون. طبعا فريق الرجاء غادي يرشي الحكم باش يربح مباراة المحمدية، علما أنه فريق الرجاء ربح فريق الوداد في كأس العرش العام الموسم الماضي وربح فريق الجيش في البطولة، وهادو فريقين كانوا منافسين على اللقب الموسم الماضي وكانوا أفضل فريقين بالنقاط الموسم الماضي. فريق الرجاء فاز اليوم، لكن غادي يحتاج لمساعدة تحكيمية باش يفوز على شباب محمدية في مركب محمد الخامس. وفي نهاية الموسم لفريق الرجاء ما لعب فيه على والو، طبعا تحاول تفهم المنطق ما تفهم والو. وشكون مصادر ديال هاد الإشاعة هادي؟ طبعا صحفيين كنعرفوهم، كنعرفو الموالات ديالهم وكنعرفو المواقف ديالهم السابقة. وأنا كرجاوي بغيتي تفتح تحقيق فهاد 15 مليون اللي كتكلموا عليها الناس دابا، لكن بالمقابل بغيتي تفتح تحقيق في جميع المباريات اللي تلعبوا في طوال 10 سنوات الماضية. أي مباراة فيها شك طلب فيها تحقيق. فاش حطيت فيديو ديال اللي لعبوا معنا كرة، بعض التعاليق بينات ليا باللي الكرة المغربية ناقصة حاجة مهمة، ناقصها ناس كيعرفوا يتفرجوا في كرة، ناس كيتذوقوا كرة القدم، ناس كيحبوا كرة القدم، ناس باسيوني بالكرة، ماشي باسيوني برباح الفريقك، باسيوني بلقب الفريقك، لا باسيوني بالكرة. ونعاود نكرر لما جمهور فريق الرجاء كان كيتكلم على الأخطاء التحكيمية السنوات الماضية، كيتكلم على سوء البرمجة، وكيتكلم على ازدواجية المهام، حتى شي واحد ما كان كيتصنت ليه، حتى شي واحد ما كان كيخطب مظهر الجدية، وما كانش نقاش في المستوى، بالعكس كان تهكم وكان ازدراء في الوقت اللي كان خاصنا نصلحوا المنظومة ديالنا في المغرب. دابا فاش فريق الرجاء ادى اللقب بدون خسارة وحطم أرقام قياسية، كاين محاباة لفريق الرجاء، تحاول تفهم والله ما غتفهم شي حاجة. هادشي علاش في النقاشات ديالي بعت دائما على الأخطاء التحكيمية وعلى فكر المؤامرة وعلى فكر الكواليس، لأنه هادشي في علم الغيب أولا، ثانيا هادشي اللي فكرتي فيه غادي يقتل المنافسة، ولا قتل المنافسة غادي يقتل الشغف، ولا قتل الشغف غادي يقتل المتعة، ولا قتل المتعة ما كاينلاش تفرج كورة، من الأحسن توجه لرياضة أخرى أو ما تبقاش قاعد تفرج في البطولة. يعني كان تهرب مني أنني ندخل في الديماغوجية هادي، وكان مفروض عليا أنني نتكلم فقط على الكورة. ورسالة حتى لي أنايا، هذا التعصب اللي ولا في السنوات الاخيره في الدوري المغربي جزء كبير منه جا من التسيير ومن الاعلام، قتل المتعه، قتل كره القدم، قتل لا باسيون، قتل الشغف. ما بغيش واحد النهار نوصلوا لمرحله ان هذه الفئه العاقله من الجماهير اللي كاينه في جميع الانديه الاخرى انها تقول ما بقيتش بغيت نتفرج في الدوري المغربي، لانه غادي نخسروها. ولا خسرنا هذه الفئه العاقله غتبقى فقط الفئه المتعصبه، ولا بقات فقط الفئه المتعصبه فانتم عارفين شنو غادي يوقع. في نهايه الفيديو غادي نقول الله يصوب الحال، الله يهدي النفوس، الله يصوب لهذه البلاد هذه في جميع المجالات، والمجال الرياضي ومجال كره القدم ما هو الا صوره مصغره على جميع المجالات اللي كاينين في بلادنا العزيزه. خوتي ثيرابيست ما تنساوش دعمونا بلايك وبالاشتراك في قناه فوتبول ثيرابي الا مازال غير مشتركين. ولا كنتي من المتابعين الدائمين ديال القناه وبغيتي تدعمنا، عندنا الانتساب الشهري واللي هو بقدر رمزي، والمنتسبين غادي نحط الاسماء ديالهم في كل بودكاست مباشر، علما انه الانتساب ما فيه حتى امتياز لمشاهده محتوى القناه، هو فقط وسيلة دعم من أجل استمرارية القناة.